فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يكون الضبع مستثنا من ذوات أو من السباع فيجوز أكله؟ الضبع نعم مستثنى. سئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع: صيد هو؟ قال: نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ولما هو باسلنا الضبع ما هو مجبر كيفه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.